ينضم إلينا من رفح مراسل العربي صالح الناطور. صالح، أهلا بك. في البداية يعني أعاد الله عليك عيد الفطر المبارك بأيام فيها سلام وأمن عليك وعلى كل الفلسطينيين في قطاع غزة. أما في المشهد الميداني، لو تضعنا صالح في أول ليالي عيد الفطر للغزيين، خصوصا مع الأخبار المتعلقة بالغارات الإسرائيلية واستكمال أعمال محاولة انتشال جثامين الشهداء في مختلف مناطق خان يونس وكذلك في مجمع الشفاء. نعم، أولى ليالي هذا العيد كما هي أولى ليالي شهر رمضان، في أولى ساعاتها كانت هناك مجازر إسرائيلية ارتكبت باستهداف عدة منازل لمدنيين آنذاك، وكانت هناك مجازر إسرائيلية في بداية شهر رمضان، وهذه المرة تكرر الأمر أيضا مع أولى أيام عيد الفطر. وفي هذه الساعات من مساء هذا اليوم حتى الآن هناك أعمال مستمرة من قبل جهاز الدفاع المدني وفرق الإنقاذ في منطقة شارع السكة في مخيم الجبالية، حيث تم استهداف منزل مأهول بالسكان وهناك عدد كبير من الشهداء والجرحى، تم انتشال بعضهم، فيما تستمر حتى هذه الساعة. نتحدث عن استهداف مضى عليه ما يقارب 3 ساعات تقريبا، تستمر أعمال البحث عن مفقودين رغم الظروف الصعبة، ونتحدث عن ساعات المساء أيضا تكون المهمة أيضا أكثر صعوبة في ظل أيضا الإمكانيات المحدودة من قبل طواقم الدفاع المدني، وعادت أيضا الناس بيساعدوا أيضا في محاولة البحث عن المفقودين، وبالتالي هناك عدد الآن من الشهداء والجرحى والمفقودين في آخر غارات التي استهدفت مخيم جباليا شمال القطاع. كما أيضا سمعت أصوات انفجارات منذ نحو ساعة تقريبا في مناطق مختلفة من مدينة غزة مع تحليق لطيران الحرب الإسرائيلي، أي أنها غارات جوية إسرائيلية استهدفت أهداف في المدينة، لكن يعني حتى هذه اللحظة لا معلومات كافية حقيقة حول الأماكن والأعيان التي تم استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية، لكن صوت انفجارات في أكثر من منطقة. الأمر الآخر أيضا التطور الأخير الذي حدث هو في منطقة ما تعرف بالمدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية إلى الشرق من حي الشجاعية، وهي تبعد أمتار عن المنطقة أو السياج الفاصل بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة، حيث تقدمت بعض الآليات العسكرية الإسرائيلية في هذا المحور. في المقابل كان هناك أيضا إطلاق نار من قبل المقاومة الفلسطينية واشتباكات مع هذه القوة الإسرائيلية التي تقدمت في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أيضا إطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه القوة الإسرائيلية. وكان هناك استهداف أيضا في حي الزيتون في المنطقة الشرقية، قصف مدفعي على هذا الحي وهو كذلك ملاصق لحي الشجاعية الذي تدور فيه الأحداث الأخيرة فيما يتعلق بالتوغل أو التقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية. هنا هذا أمر لافت، أنه مع كل محاولة تقدم من قبل القوات الإسرائيلية رغم أن هذه المناطق كانت قد تقدمت فيها في وقت سابق قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعرضت لعمليات قصف عنيفة، لكن ما تزال المقاومة وعناصر المقاومة فيها تكمن فيما يبدو لهذه القوات، وتقوم أيضا بالتصدي لها مع كل محاولة تقدم لهذه الآليات العسكرية الإسرائيلية. في منطقة وسط قطاع غزة محمد كان القصف يتركز في مناطق شمال مخيم النصيرات، في منطقة الزهراء وفي منطقة المغراقة، غارات إسرائيلية على هذه المنطقة، غارات عنيفة بحسب إفادات السكان في تلك المنطقة. وهذا المحور تقريبا هو الذي يفصل بين مدينة غزة ووسط القطاع، وهو محور نتساريم الذي تتواجد فيه القوات الإسرائيلية من الشرق باتجاه الغرب، وهي آخر إذا ما تحدثنا عن هذه النقطة هي آخر معاقل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أعلنت أنها انسحبت من معظم مناطق قطاع غزة وتمركزت في المناطق الحدودية، وبالتالي هذه فيها رسالة يبدو مفادها أن المقاومة الفلسطينية مع بلاغاتها الأخيرة التي تتعلق بإطلاق قذائف الهاون والمواجهة مع هذه القوات في هذا المحور، كأنها تقول أنها أيضا لا تزال تصر على رفض وجود أي قوات إسرائيلية برية داخل قطاع غزة، وبالتالي هي تستمر في مواجهة هذه القوات المتمركزة في هذه المنطقة وأي قوة إسرائيلية أخرى تعاود وتحاول العودة إلى التوغل في مناطق أخرى من قطاع غزة كما تحدثنا قبل قليل في حي الشجاعية.
في منطقة النصيرات كانت مجزرة إسرائيلية في ساعة مبكرة من هذه الليلة، نتحدث عن استهداف منزل مأهول فيه تم انتشال 14 شهيد، جزء منهم هم من الأطفال، تم انتشالهم من تحت ركام هذا المنزل المستهدف في مخيم النصيرات. وهذه كانت أولى ساعات هذه الليلة من وهذا اليوم من أول أيام عيد الفطر. شكرا جزيلا لك صالح الناطور مراسل العربي، كنت معنا من رفح.